امتى اخد ابني واكشف عند دكتور عيون الاطفال؟ يعني يقول العياده ده احنا بننصح بحاجتين، في حاجه اسمها كشف دوري يعني في ميعاد ثابت حتى لو ما فيش اعراض، وفي كشف لو في اعراض. الكشف اللي هو لو ما فيش اعراض عاده في خلال السنه الاولانيه من عمر الطفل وعند 6 سنين. السنه الاولانيه عشان ممكن يكون في مشكله انا مش شايفها والطفل شكله طبيعي بس والله عنده ميه بيضه، عنده مشكله في الشبكيه، فلازم اخده للدكتور عشان اطمن انا عليه. لقيت عينيه كويسه فانا مطمن عليه لغايه 6 سنين لما يخش في المدرسه، تبقى تاني مره اكشف عليه لما يخش مدرسه عشان اتاكد انه مش محتاج نظاره واطمن ان هو يقدر يشوف السبوره ويقدر يمارس حياته التعليميه بشكل جيد. ده اسمه الكشف الدوري، اللي هو الكشف لو ابني ما عندوش اي اعراض انا شايفها في عينيه هاخده وعمره سنه وعنده 6 سنين واكشف عليه عند سنه وعند 6 سنين. طب غير كده امتى اخد ابني؟ لو انا حسيت ان في مشكله في عينيه، يعني لقيت عينيه بتدمع، لقيت ان ابني بيحدف يمين، ان ابني بيحدف شمال، في نقطه بيضاء في ابني، المهم شكل يعني مش هو اللي انا متعوده على اخواته او على الناس اللي حوالين مني، اي اختلاف في شكل العين انا لاحظته على ابني لازم اروح للدكتور عشان اطمن ان هذا الخلل او هذا الاختلاف او هذه الملحوظه هي مش نتيجه حاجه طبيه، هي شيء طبيعي مثلا او 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 او, أو, أو الامر مختلط عليا. لكن غير كده يا اما عند سنه او 6 سنين، او لو انا ملاحظ اي مشكله على ابني لازم اخده واروح بيه للدكتور اطمن عليه.